خبز التوست راح تشوفوا الطريقة، راح نوريكم من الخطوات معايا مع خبز التوست بس على طريقة البريوش. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي طحين هون تقريبا 400 جرام، عندي كمية من الزيت راح اخذ منها كمية وبخلي منها، هي اصلا الكمية قليلة تقريبا شي ملعقتين، راح احط ملعقة وبخلي هاي، راح تشوفوا بعدين كيف نخلطها مع في شغلة ثانية. عندي هون هذا بصراحة انا ما بعرفوش بالعربي، سيدي غران دو بافو، حبات البافو مش حبات البركة، شغلة تانية لأنه بيجي هيك مكور غير حبات البركة. فيكم تحطوا أي نوع منكه تحبوه، اليانسون، حبة البركة، حتى سمسم، هاي شغلة اختيارية. كمان هيك كمية ملعقة تقريبا، نحط ملعقة كمان كبيرة من خميرة الخبز الفورية، بفضل تستعملوا الفورية لأنها سريعة سهلة الاستعمال وما تدوبوهاش، ما تستحقش انه تدوبوها مثلا في مي او شيء. راح اخلط المكونات شوي وبعدين نضيف السوائل. عندي هون كمية من الحليب تقريبا 150 مليلتر، راح كسر فيها حبة بيض وبخفقها شوي. عندي هون كمية من السكر ملعقة كبيرة، وتدور السكر في الخميره مش راح في الخبز، لما يكون هيك بكميات قليله مش راح يعطي حلاوه للخبز او شيء، راح يساعد على تفاعل الخميره والقيام بالدور تاعها. راح بس عشان ما نطشنش الدنيا، هو المفروض وهي بتنعجن بتضيفوا شوي شوي، لكن مش مشكل نفس الشيء. ونبدا نخلط، نبدا نضيف المي، عندي تقريبا شي 100 دين، هو ياخذ بين 80 ل 100 مليلتر حسب نوع الطحين. المي دائما بنصحكم تضيفوه تدريجيا، فانا هون رايحه عندي 100 ملي، راني نضيفها شوي شوي. فيا نضيف هلا الملح، ما فيش هلا خطر على اني باثر على الخميره. تقريبا فيها يعني هالكميه انا حاطه تقريبا ملعقه صغيره، وراح ذوقها كمان. بتاكد بايدي هيك بشوف العجينه عندي راهي شويه ناشفه، فراح ضيف شويه مي. راح نخلي العجينه هون تنعجن من 5 ل 10 دقائق. مهم هالخطوة مهمة، ليش أنا قلت لكم على طريقة البريوش؟ لأنه بعد ما تنعجن وراح تشوفوا يتغير حتى الشكل تاعها، وراح نوريها لكم. راح نضيف كمية قليلة كمان من الزبدة، تقريبا شي ملعقة ونص لملعقتين، مش أكثر من 20 ل 30 جرام. طيب أنا في هالمرحلة راح نحط العجينة على الطاولة ونكفي بإيدي هيك، اللي ما عندوش العجانة هذه فأكيد عنده إيده. ونبدأ نعجن، راح تلزق معاكم في الأول. لازم تنعجن مليح العجينة، ونبدأ نضيف الزبدة شوي شوي، نضيف الزبدة ونعجن فيها في نفس الوقت. هذه هي ليش قلت لكم خبز التوست على طريقة البريوش، لما تتشرب نضيف الكمية الباقية، ممكن نضيفها على مرتين أو ثلاثة. وبعدين فيه شغلة كمان اللي تخلي تعرفي إنه العجين تاعك وصل درجة اللي خلاص توقفي، أول شيء قوام العجينة نفسه يتغير، راح تحصلي على عجينة بشكل أول شيء يلمع، وثاني شيء شكلها الخارجي بيكون ملمسه هيك طري مش عارفه كيف نعبركم عليها، وثاني شيء في ايدك راح تكون العجينه ما تمزقش، والاهم كمان راح تعمل مثل الفقاعات، تولي تسمعي هيك تعمل فقاعات وتسمعيها وتشوفيها كمان. نوع الخبز هذا يتعمل على مرحلتين، مش صعبه انه بس هلا لما
نخلص من العجن تاعو نحطه في مكان. انا ليش خبرتكم على الزيت، الكميه الثانيه تاع الزيت اللي تبقى هي اللي نحطها هون. وننتبه لما تجي مثلا تحطي اي نوع عجين يختمر تكون فيه خميره وتعرفي انه راح يتضاعف الحجم تاعو وراح تغطيه، اذا ما كانش بنايلون قطعه بلاستيك راح حط مثل ما راح اعمل انا، ما تنسيش تدهني الغطاء. هاي شغله مهمه لانه كثير ما يحصل لما تطلع العجينه وتلمس الغطاء بتلتزق فيها، لما تجي تشيلي الغطاء العجينه تنزل، واذا العجينه نزلت راحت عليك مش ممكن ترجع تطلع لك في لما تحطيها بالفرن. فاما تدهنيه بالزبده او الزيت الغطاء تاع اللي راح تغطي به العجين. ومهم هالشغله مهمه انه هذا الثقب هون حتى ولما تختمر بعمل هالشغله نفس الشيء، بتلمي العجينه هيك او بتجيبيها هيك بهالطريقه وتلمي تجمعي يعني. ممكن تساعدي بالايدين الاثنين باش نحصل على هذا. هذه مهمه، هذا النوع من الثقب في العجينه مهم، تهويه العجينه ويخليها تنتفخ وتتاكدي انه راح يطلع لك الخبز ناجح. بدهن العجينه تاعي بالزيت اللي خليته، كانت بقيت لي ملعقه، وبغطيها وبخليها تختمر خبز التوست. خليته يختمر، حطيته هون وخليته يختمر ليتضاعف حجمه. راح نوريكم الطريقه، انا مش راح نعجنه بس بهالطريقه. ننزل العجينه، ومره مرتين نلفها. وانا مجهزه هون هالصينيه، فيكي تستعملي اي نوع لانه الصواني حتى تاع الحديد الالومنيوم اي شيء، المهم تدهنيها تكوني متاكده انها مدهونه وما تلزقلكش الخبز فيها. تلفيها على شكل لولب هاي من هالطريقه مره واحده، والمهم انه الفتحه هاي بتضل تحت العجينه يعني في قاع الصينيه، لانه لو جات على الجنب او كانت من فوق راح ينفتح لك الخبز وما تحصليش على خبز التوست. فبهالطريقه بس مره واحده، وتجيبي تحطيه هيك بهالطريقة وتخليه يختمر. خمر مرة الأولى، نخليه هلا مرة ثانية، بعدين أنا بعد ما يختمر بحطه في الفرن ونجيبه لكم إن شاء الله تشوفوه جاهز. خبز التوست اللي عملناه جهز بعد ما اختمر حطيته بالفرن واستوى وطلع ما أحلاه.